10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة تنتظر النادي الأهلي في مساء اليوم. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن ينتصر في هذه الأمسية، ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعطير التعليقات بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم النادي الأهلي المصري أمام سيمبا التنزاني ضمن مباريات الإياب في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. المباراة الأولى قد انتهت بفوز النادي الأهلي بهدف نظيف على سيمبا. ملعب المباراة سيكون استاد القاهرة الدولي. توقيت المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة. القنوات الناقلة بين سبورت 6 والمعلق عصام الشوالي وهوم تايم سبورت، ولكن البث الأرضي والمعلق محمد عزمي. وانتظرونا، سننقل لحضراتكم هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي وتوقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.